هذه إذن احتجاجات في طهران في قلب العاصمة أستاذ حسين، الموضوع لا يقتصر على الأحواز العربية المحتلة. هذا يثبت فشل النظام، يعني أنه المشكلة النظام ليست فقط مع عرب الأحواز هاي المنطقة المحتلة، مشكلته مع كافة القوميات والشعوب الإيرانية، مشكلته مع الأكراد، مشكلته مع البلوش، مشكلته مع الفرس، مشكلته مع جميع الشعوب الإيرانية ومدنها بالكامل. لاحظ بالشعارات يعني بالمظاهرات الكلام ضد خامنئي وليس ضد الرئيس، هذا يعطيك إشارة على أنه أصل المشكلة وأصل السلطة ورأس السلطة هو خامنئي وليس الرئيس. ولهذا ما ذكرناه سابقا أنه يقول لك إحنا عندنا ديمقراطية وعندنا انتخابات ويتغير الرئيس وكان روحاني والآن إبراهيم رئيسي، لا، القصة ليست كذلك. القصة رأس النظام هو خامنئي وكل ما بعده هي فروع تابعة له. لهذا سبب من ذكاء المتظاهرين أنه جاءوا على رأس السلطة اللي هو خامنئي، أما انتشاره وتمدده في المنطقة هذا يثبت أنه هذا النظام يعيش حالة إفلاس شعبي كبيرة، إفلاس جماهيري، فاقد لأي مشروع بعد ما الشعوب الإيرانية ما تتقبله مهما كان بسبب سياساته القمعية وإشعاله للحرائق في المناطق في الدول العربية. عندما يهتف الموت للدكتاتور، نعم، خامنئي في قلب طهران، هكذا هتف المتظاهرون. إيه نعم، هذا يعني أنه المشروع الإيراني فشل وليس فقط خامنئي، المشروع الطائفي الذي جاءت به إيران وضعته دستوريا أنه النظام في إيران نظاما شيعيا جعفريا على مذهب الاثني عشر ولا يمكن تغيير هذه المادة بأي حال من هذا النص مهما يكن نص دائمي مدى الحياة، هذا يثبت فشل هذا المشروع. هذا يثبت أنه الخميني هو وكيل المهدي على الأرض، هذا يثبت فشل هذا المشروع. المشروع الديني الإيراني بمجمله فشل في داخل إيران وفشل في المناطق العربية التي ما زالت تتمسك بهذا المشروع وأصبحوا ذيول لهذا المشروع. خلينا نأخذ وجهة النظر الأخرى، ربما يقال لك هذا المشروع نجح بتوحيد البلاد، أنتم تتحدثون بمنطق تقسيمي، تتحدثون عن عرب وبلوش وغيرهم من الأعراق، هذه جمهورية إسلامية وحدت البلاد تحت هذه المفاهيم وهذه الشعارات، وأنتم الآن بهذا المنطق تريدون تقسيمها، هل أنت مع التقسيم؟ يا سيدي، أولا لم توحد هذه الشعوب إلا بالقمع. أي هذه الشعوب متى توحدت تحت راية خميني؟ أبدا لم تتوحد منذ مجيء إلى السلطة وإلى الآن، وهو حبال المشارق معلقة في طهران وفي المدن الأخرى، وهذا الشعب رافضا له منذ مجيء. تتصور نظام في السنة الأولى منذ استلامه للسلطة عام 1980 يهرب رئيس الجمهورية أبو الحسن بني صدر، رئيس الجمهورية يهرب من هذا النظام، إذن ماذا تتصور الشعب ماذا سيقول؟ هذا النظام منذ تأسيسه تشكلت معارضة بكافة أنواعها وبكافة أشكالها، لا يوجد نظام بالعالم فيه هكذا معارضة، معارضة مسلحة، معارضة سياسية، معارضة مجتمعية، معارضة بكل أنواعها، معارضة الشعوب الإيرانية كلها لهذا النظام. عن أي توحيد يتكلم هذا النظام؟ هذا النظام الحل لهذا لولا الدعم الخارجي، قبل ما أتكلم عن الحل، لولا الدعم الدولي وخاصة الفرنسي والأمريكي البريطاني لهذا النظام ما بقي هذا النظام ساعات في إيران. لكن الطائرة التي جاءت بخامنئي عليها أن تأتي بشخص آخر وتذهب به. هذا النظام لم يوحد الشعوب الإيرانية، بل هو دمرها ودمر المنطقة المجاورة لإيران. كل الدول العربية اليوم والدول التي فيها يعني من المكونات الشيعية هي تعاني من سبب هذا المشروع الإيراني. هذا النظام هو نظام فشل فشلا ذريعا في توحيد إيران وفي نشر المذهب الجعفري الحقيقي، بل هو جعله يعني لنشر لإشعال حرائق في المنطقة. لولا الدعم الدولي ما بقي هذا النظام. واحد يقول ما الحل؟ الحل أي دعم دولي؟ الحصار الذي تتعرض له إيران، سيدي، الحصار الخانق على مدى سنوات. سيدي، لا يسمح لأي دولة بالعالم أن تتدخل بشؤون الدول الأخرى وبنص دستوري، نص دستوري يسمح لها. اليوم ميليشيات إيران تتمدد في كل المنطقة، ما هو موقف الأمريكان؟ ما هو موقف فرنسا؟ أكو نص دستوري بالدول العالم العربي والإسلامي يقول أنه الثورة يجب أن تصدر ولو بالقوة إلى الدول الأخرى. على ماذا تشكل الحرس الثوري الإيراني؟ لحماية هذه الثورة وتصديرها. أكو مبدأ تصدير ثورة بالعالم، سمعتم؟ لماذا المجتمع الدولي يسكت على هذا النص؟
على هذا الدستور، في حين الدول العربية الأخرى مجرد الرئيس أو وزير بس ذهب إلى المسجد صلى الجمعة قامت عليه القيامة. هذا الأمر يجب أن نكون واعين له. إيران تمام جميل. خلينا الدستور. بس ربما يريد أن يعقب الأستاذ طاهر على هذه الفكرة التي نتحدث عنها الآن. أستاذ طاهر، لديك تعقيب على موضوع أنه أنتم الآن تسعون إلى تفتيت البلاد بعد أن وحدتها شعارات ومفاهيم ونظم الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما يسميها البعض؟ طبعا الدولة التي عرفت باسم إيران عام 1937 بعد أن قلت عسكريا الأحوال والشعوب الأخرى الذي اليوم تشكل جغرافية ما تسمى إيران. كل الشعوب ومنهم الشعب العربي الأحوازي منذ ساعات الأولى أو من اللحظات الأولى كان الشعب العربي الأحوازي يناضل ومستمر بنضاله من أجل استعادة الدولة الأحوازية إلى الحاضنة العربية ولكيانها الذي فقد للاجتياح العسكري. النظام الإيراني والسلطات الحاكمة الحالية الآن دائما هي التي كانت حتى وأن البعض يؤمن بالمبادئ التي بنيت عليها هناك دول ديمقراطية واستخدمت مبادئ المشاركة بالحياة أو حسن الجوار أو غيرها، ولكن هذا النظام بالواقع يعني أضاف على النار الزيت ودمر كل الكيانات السياسية والكيانات حتى الثقافية. نحن الأحوازيين بالذات عندما كان أبناؤنا يناضلون خلف الحدود إن كان في العراق الشقيق وسوريا بالستينات والخمسينات قبل الماضي، وأتوا بعد أن ساندوا المعارضة الإيرانية آنذاك وحضرنا بالشوارع وعطلنا المصانع الكبيرة لإنتاج النفط وغيره، ونظام خميني وبالدستور اشترف ببعض حقوق ثقافية وحقوق مدنية لنا وللشعوب الأخرى، ولكن بعد أن استقر سرق كل هذه المواد والمواعيد. والجميع يعلم قضية مذبحة المحمرة الأربعة السوداء الذي أصبحت نقطة بالواقع خزي بوجه هذا النظام الذي دائما استفز الشعوب وعبر الحدود واحتل دول وأسقط مع كل تقديرنا لعاصمة الرشيد بغداد، عاصمة العراق ودمشق وغيرها وبيروت واليمن. اليوم اسمعني شلون، على اي استقرار يتحدث وعلى اي امان للشعوب في داخل جغرافية ما تسمى ايران حتى هذا النظام، او من يتهم البعض انه هذا النظام وحد الدوله؟ اي دوله؟ ايران عمرها لم تكن دوله. اساتذتنا الكرام نرجع للخلف من عهد الدوله الاسلاميه والعربيه وصولا الى اليوم، ايران اي بلاد فارس بالواقع لابد ان ناخذها بهذا الاسم، هي تعتبر جزيرة والشعوب دائر الحدود الخارجية المرتبطة بالحكومة التركية أو باكستان وأفغانستان، ونحن الأحوازيين الخليج العربي وصولاً إلى محافظة العمارة والفوت، هذه الأراضي للشعوب التي كانت منها من كانت لديها أمارات واستغلال. جميل أستاذ طاهر، لكن مرة أخرى بالتخصيص أستاذ طاهر حول ما يجري الآن، يعني طبعا أزمة المياه هي كما يبدو فجرت هذه الاحتجاجات الآن. حسن روحاني يتحدث على أنه هذه الأزمة خارجة عن الإرادة، هل تصدقون هذا الكلام؟ هل نحن أمام سياسة تعطيش ممنهجة تمارس ضد الأحوازيين أم ماذا؟ أكيد، ونحن بالوثائق نثبت هذا، وحتى بكلامه روحاني وكلام خامنئي وكلام القيادات الإيرانية، ونعطي الوثائق بالتاريخ عند بداية حكومة رفسنجاني بعد انتهاء الحرب الإيرانية العراقية التي فرضوها على العراق، بدأ بمشروع بناء السدود
وأول ما تحرك به السد الترابي على نهر الكرخة، وعرف عند الأحوازيين بعد انطلاقة أو قبل انطلاقة انتفاضة 2005 المجيدة في الأحواز المحتلة بسد قاتل العرب. سجلوا هذا وادخلوا على الجوجل وأنتم تحصلون عليه الوثائق. وبدأوا ببناء سد كارون واحد، كارون اثنين، كارون أربعة، كارون ثلاثة، وامتدت السدود على الحدود الطبيعية لدولة الأحواز المحتلة باتجاه الشعوب الأخرى المجاورة مثل الشعب اللغني أيضا نعتبرها بلاد فارس. يضاف على ذلك المياه، يعني نفسه روحاني أعلن في محافظة كرمان الفارسية، والفيديوهات موجودة، أننا سنأتي بمياه الأحواز بالزراعة والمصانع لكرمان. خامنئي والفيديو موجود الآن أعلن في مدينة قوم سنأتي بمياه، أن بهذه العبارة أن مدينة قوم لم تحتاج شيء إلا المياه، وسنصل لها المياه من سد الدز في شمال الأحواز. وأيضا الآن الزراعة في إصفهان والمصانع الكبيرة، وحتى هناك من وثائق أن إيران نقلت هذه المياه لتوليد الطاقة وتبريد حتى المنشآت النووية التي تحت الجبال وفي الصحاري من أجل تبريدها وإنتاج الكهرباء، يبيعون بها إلى باكستان وإلى الدول الأخرى المجاورة ومنها العراق وحتى دول الخليج. يضاف على ذلك هناك أنابيب عملاقة من 2003 بدأ مشروع نقل المياه من الأحواز اتجاه الكويت، وهذه ايضا فيديوهات. لكن لاحظ يا استاذ طاهر، لاحظ ان روحاني دافع عن الاحتجاجات ودعا الى تفهمها، وخامنئي دعا الحكومه لحل ازمه المياه. هذا طبعا هذا هو، انا اعطيتها عنوان انه الاحواز انتصرت. حقيقه لابد ان ننظر بهذا البعد. كيف انتصرت عندما النظام الإيراني وعلى رأسهم المجرم خامنئي صاحب كل هذه المشاريع احترف أنه الأحواز نهبت كل ما لديها من المياه. وأيضا روحاني وغيرهم، والآن مندوب خامنئي موجود في الأحواز، نائب الرئيس الإيراني الذي أصور اليوم بكرة تنتهي ولايته روحاني جهانجيري، و في الأحواز موجود قائد الحرس الثوري سلامي الآن موجود في الأحواز من أجل طبعا هذا من أجل قمع الأحوازيين وقتلهم. ويضاف على ذلك الأحواز عندما أتحدث عن انتصارها أصبحت بثورتها الأخيرة يتحدث عنها العالم، وهذا كله بسبب الدماء وفشل سياسة الاحتلال الإيراني من أجل يعني القضايا البدائية التي يحتاجها الإنسان، المياه التي نقلت وهي خمس أنهار. الأحواز لدينا خمس أنهار لا تسمح لي بأقل من دقيقة. نهر الكارون الذي يمتد طوله 900 كيلومتر ويوازى بمقدار مياهه مع نهر النيل. لدينا نهر الكرخة ولدينا نهر الجراحي ولدينا نهر الزهرة. كل هذه المياه نقلت إلى بلاد فارس. الأنفاق تحت الأرض والجبال وايضا السدود فوق الارض والانهر الذي نقلوها. النظام الايراني يكذب على العالم ويكذب على حتى الشعوب الاخرى، وواعدوا شعبنا الان يوعدون ان ينزلوا للمياه. يعني استاذ طاهر كل هذه التصريحات من راس النظام مجرد كلام في الهواء، تصريحات للضحك على الذقون؟ اكيد، وانا من شاشتكم الكريمه وأتحمل مسؤولية كلامي قانونيا وأخلاقيا. إذا السلطة الإيرانية لدينا كل الوثائق، إذا السلطة الإيرانية لم تقبل هذا كلامي وكلام المنتفضين على الأرض والعالم الذي يتحدث بها، خل تسمح للمؤسسات الدولية للوصول والوقوف على السدود. أولا غرب الأحواز سد الكرخة الذي عرف بسد قاتل العرب. اثنين سد الدز الذي بني على عهد الشاه المحتل الاول. كارون واحد في ايزه.
شمال الأحوال، وقارون اثنين، قارون ثلاثة، وقارون أربعة، هذين السدود المعروفة، السدود المعروفة المكشوفة فوق. اسمح لي أوضح أمر. أنا شخصياً واجب على جسر السد، سد التز وسد الكرخة. المتخصص يتحدث لنا مباشرة أن عرض الحوض لنهر الدز 60 كيلومتر. اسمعوها كارثة، 60 كيلومتر بعرض طول 60 كيلومتر بعرض، يعني بالمتراج هذا 20 كيلو ب60 كيلومتر. وهناك داخل الجبال أعزائنا المشاهدين أستاذنا الكريم، يعني ارتفاع الأرض بين الجبال في شمال الأحواز حتى البحر ما يقارب 200 متر، هكذا بالمتراج، فالمياه يرفعوها 200 متر حتى ترجع إلى بلاد فارس، يعني إلى الارتفاع. فالإيرانيين بالواقع قاموا بجريمة كبرى، أولها استخدموا سياسات، كل السياسات من أجل تهجيرنا من الأحواز ولم يتمكنوا. وشاهدتوا أنتم قضية الفيضانات في الصيف أصلاً، اسمعني شلون، والشتاء، واستخدموا هذه المرة هذا قضية نقل السدود. من هذا نطالب، إذا كانت الدولة الإيرانية تعتبر حديثنا غير هذا، خل تسمح للمؤسسات الدولية أن تذهب للسدود وترى ماذا إيران عملت بمياه الأحواز، الذي حقيقة 10 ملايين بشر، أكثر من 10 ملايين بشر بعدة أنواع يعيشون على هذه المياه، من الزراعة والصيد والملاحة. تمام أستاذ طاهر، كلام لافت وبالمعلومات بالأرقام. ابقى معي، سأعود إليك ربما لنختم حول طهران واحتجاجات طهران، أريد أن أسألك عنها وما شاهدناه قبل قليل. أستاذ حسين، إن كان لك تعقيب على ما قاله الأستاذ طاهر، كلام مهم، وأيضا بالنسبة لتصريحات روحاني وخامنئي فيما يتعلق بأزمة المياه ومحاولة الظهور بمظهر المتفهم لهذه الاحتجاجات. لا، ما تمددت الاحتجاجات وانتفضت أو خرجت كافة مدن الأحواز، هاي من طبيعة السياسة الإيرانية، النظام الإيراني أنه يريد أن يمص الزخم بهذه التصريحات، لكن هو نسي أنه هذه التصريحات إدانة عليه أكبر مما هي مص زخم، مثل ما ذكر يعني؟ الضيف أنه اعترف بأن هناك مشكلة حقيقية داخل الأحواز، أنه هذا الشعب محروم، أنه هناك تعامل عنصري ضده، هناك جفاف، هناك تغيير ديمغرافي، اعترف رأس السلطة، رأس النظام في هذا. أكيد أي نظام خصوصا في الدول العالم الثالث والعربي ومثل النظام الإيراني، عندما تتسع دائرة الاحتجاجات يبدأ يقدم بعض الوعود، بعض التنازلات، يلين في تصريحاته، ولكن على الأرض الأمر مختلف. عدد لأنه متعاطف مع الناس أم لأنه لا لا مرعوب لأنه ضعيف أم لأنه مرعوب مما لا يجري؟ لأنه ضعيف، يعني أنه لا في رعب في طهران الآن مما يجري. النظام في إيران يعيش حالة رعب، لأنه كلما انكشف كذبه وكلما فشل مشروعه، كلما اتسعت دائرة المعارضة له والرفض له بما فيها الشعوب الفارسية، بما فيها الشعوب الفارسية. لهذا أنه هو يخشى، هو لم يصرح إلا أن تمددت التظاهرات وصلت إلى أصفهان وإلى مدن تبريز ومدن أخرى، وصلت إلى طهران. عندما كانت في البداية لم يصرح مثل هذا التصريح. فإذا كلما تمددت هذه التظاهرات، كلما تجد النظام يلين في تصريحاته ويعطي بعض الوعود، ولكن بالتالي وعود فارغة، وعود محتل لبلد قد احتله هو. كم عدد الذين خرجوا في طهران؟ النظام يستطيع أن يحشد أضعاف أضعافهم. شوف سيدي، بشار الأسد حشد أيضا مظاهرات طويلة عريضة. الحكومة ليس مهمتها أن تخرج متباعة للتظاهرات، المعارضة مهمتها أن تخرج للتظاهرات حتى تعطي رسائل للحكومة، والإعلام عليه أن يقول للحكومة ما يريده الشعب لا ما يريده النظام للشعب. هناك رسائل بدأت تختلف. نظام يخرج أتباعه وتظاهر، هو أنت نظام والسلطة، وتعطي رواتب للموظفين، تستطيع أن تخرج كل نصف الشعب، ما قيمة هذه التظاهرات؟ لا قيمة لها. إعلام يقول للشعب ما يريده النظام وليس العكس، الإعلام رسالته أن يقول للنظام ما يريده الشعب. الأمور بدأت صحيح تختلف، لكن هذا فقط في دولنا، أمثال بشار وغيره وأمثاله. طيب، نقطة جوهرية هذه أستاذ طاهر، هل تشعر بأنه النظام بالفعل يعيش حالة من القلق إزاء هذه الموجة من الاحتجاجات،
أم أن النظام ما زال يمسك بزمام الأمور، ما زال قويا؟ وحتى بالنسبة للتحشيد، لفكرة التحشيد، إن كان خرج الناس في طهران كما شاهدنا قبل قليل، بإمكان النظام أيضا أن يملأ الشوارع بمؤيديه. طبعا أنا أعيد أستاذ حسين بالنسبة ما تفضل به، قضية الشارع هو ضد النظام الإيراني، ومن يخرج وهنا وهناك، وإحنا شاهدنا في كثير من المناسبات النظام ينقل مؤيديه من مدينة إلى مدينة يحشدهم، يعني حتى في قضية الانتخابات أتى في المستوطنين والفرس من آخر مدن جغرافية ما تسمى إيران، أتى بهم للأحواز المحتلة أو لتبريز حتى يراوي المشهد أنه لديه مؤيدين. قضية خامنئي والنظام وخوفه، لولا يكون خائفا ومهتز عرشه أولا لم يأتي بمندوبيه للأحواز، واحد. الأمر الثاني، لم يحترف وهو لديه رسائل، وإذا تسمح لي أنا عندي فيديو الآن على الهاتف، كلام أقل من دقيقة، كلام خامنئي قاتل الشعوب، اسمعني شلون يتحدث حول نقل مياه من نهر الدز إلى قوم، واليوم يتصدع ويقول أن حتى لديه حديث في اليومين الأخيرين أنه يا ريت السلطات تأخذ كلامي لما حصل هذا، وكلامه الآن مسجل لدي على اليوتيوب، كلامه مباشرة لأهالي قوم أن هذه المدينة، أكبر، هذه المدينة لن تنقص إلا المياه، وسنأتي بمياه الدز منها من شمال الأحواز إلى قوم. فالنظام متخوف، النظام إذا لم يكن متخوف ولديه القوة الماسكة بالأسلحة، لكن حتى أختم معك أستاذ طاهر، هل الحشود الشعبية، تمام، الحشود الشعبية من خارج حدود إيران، هل من أفق لهذه الاحتجاجات، لهذه الموجة، أم أنه واقعيا يمكن القول بأن هذه الموجة انتهت؟ لا، الموجة طبعا احنا لا ننكر قضية القمع الواسع، اسمحوا لي أنا هذه النقطة ما شفت لها، اسمح لي أستاذنا، يعني احنا اليوم في الأحواز أصبح لدينا أكثر من 2000 محتكر، وهذه الكثير منها أسماءهم وصورهم وصلت لدينا، والمؤسسات الحقوقية لحقوق الإنسان الأحوازية وغيرها تتحدث فيها. لدينا في هذه الانتفاضة السلمية وصلوا بالاسم والصورة أكثر من 16-17 شهيد، يجوز الإحصائية عدت 20. لدينا فوق 200 جريح مصاب في الرصاص الحي، و الآن وأنا أتحدث معكم الشارع يجني من أجل الخروج كما كان في السابق. اليوم النظام الإيراني في كثير من مناطقنا في الأحواز عمل من الساعة مساء، الساعة 6 مساء إلى الصباح، الدوريات في الشوارع ونقاط التفتيش في مداخل المناطق مثل حي الثورة، مثل مدينة الخفاجية ومدن أخرى في الأحواز، هكذا يعملها في، وأنا تحدثت حول قطع الكهرباء أصلاً في مدينة تبريز عاصمة أتراك أذربيجان ومناطق أخرى وحتى في طهران. هذا قضية أنه ممكن أن تهدأ، نحن لا نستبعد هذا بالقمع والذبح والقتل، ولكن هذا كله بالنهاية هو يجلب الويلات لهذا النظام، وأتصور قضية غمعه لثورتنا في الأحواز. طرق الاحتجاجات والقتل، هل سيرد على القتل بالقتل؟ في موضوع عسكرة الثورة كما أشار الأستاذ حسين السبعاوي ضيفنا هنا في الاستديو. لا أستبعد ذلك، حقيقة الشعوب ضاقت، عندما نتحدث مع قيادينا في الأحواز وأبناء شعبنا المنتفضين، يعني كلهم الآن وحتى الشعوب الأخرى يطالبون أن هذا النظام لا يردع بالكلام، ومعروف للعالم لا يردع لا بقرار أمم المتحدة، لا بقرار حقوق الإنسان، ولا يردع بشعارات. وأحد الليالي
في مدينة القفاجية خليك أستاذ طاهر خليك لو تكرمت أستاذ حسين. هل أنت مع عسكرة الاحتجاجات، عسكرة الانتفاضة كما سميتها مع الأستاذ طاهر؟ أنا بالنسبة لإيران لا أعتبر الخارطة كلها سواسية في الأداء. بالنسبة للحواس كمنطقة محتلة لها الحق أن تمارس حقها في استرداد دولتها من إيران حسب مقاومة احتلال يعني بكل أنواعها، لكن الظرف الدولي الآن لا أعتقد من الخطأ عسكرة الثورة، لأن النظام يريد جرهم إلى العسكرة لغرض تبرير إبادتهم ومن ثم اتهامهم بالأرهاب واتهام بعض الدول أنها تمولهم وإلى آخره. الاحتجاجات السلمية، أنت ضد عسكرة الاحتجاجات في الوقت الحاضر؟ ضد عسكرة الاحتجاجات، وأدعو إلى مظاهرات سلمية ووسائل أخرى منها العصيان المدني ومنها وسائل أخرى كثيرة بالنسبة لإيران. أما بالنسبة ولكن قضية الاحتلال لها استثناء، وهم يقررون، وأهالي الأحواز هم أولى بتقرير لأنهم أهل الأرض وهم يعرفونها. لكن ميلي الرئيسي قرار رأيي النهائي أنه عدم عسكرة الثورة في الوقت الحاضر. أستاذ طاهر، إذا عندك تعقيب على ما قاله الأستاذ حسين وأختم معك، هذه الاحتجاجات دليل على استهداف النظام المقاوم الممانع الصامد في طهران كما يعتبر مؤيدوه، دليل آخر على المؤامرة الخارجية والداخلية التي تهدف لإسقاط هذا النظام الذي يقاوم الإمبريالية اليوم في عالمنا؟ طبعا ما يقوله النظام كله كذب كذب. الأمر الثاني أنا ما أقصده، والأهلنا يقصدونه طبعا. بالنسبة لنا يعني الأمم المتحدة والقانون الدولي تجوز لمقاومة الاحتلال بالوسائل والطرق التي تتاح لهذا الشعب أو لا. يضاف على ذلك ما أقوله أنا ويقوله الشعوب غير الشعب العربي الأحوازي، الأتراك والبلوش وغيرهم، الذين يعني كل هذه الفترة لم يعلنوا بشكل علني لرفع وعسكرة الثورة وعسكرة النضال، ولكن السلطة هي تجبر الشعوب وتجبرنا نحن الأحوازيين أن من الممكن شعبنا يدخل في مقاومة الاحتلال والمواجهة. النظام الإيراني، وأنا الآن من خلال شاشتكم أدعو السلطة الإيرانية وأدعو العالم أن يضغط على النظام الإيراني أن ينطلق على مبدأ حق تغيير المصير، وهذا مطالب كل شعوبنا الغير فارسية وخاصة الشعب العربي الأحوازي، من أجل عدم إراقة الدماء والقتل الذي يبحث عنه إيران ودائما يتهم شعوبنا وشعبنا العربي الأحوازي بالذات أننا ستتحول إيران لسوريا أخرى وعراق ثاني، وهو يتناسى أن كل ما يحصل في العراق هو من دسائسه ومن خططه المجرمة وما يحصل في سوريا وغيرها. على هذه مسؤولية العالم. أنا طبعاً مرة ثانية وثالثة أقول إذا كان هناك مؤسسات تريد عدم إراقة دماء شعوبنا عليها بالضغط على هذا النظام بالضغط وقرار تنفيذي. إيران لا تتراجع عن نعم. أستاذ طاهر شكراً جزيلاً لوجودك معنا، الناشط السياسي الأحوازي طاهر أبو نضال، شرفتنا كالعادة في سيد التاسعة.